His Excellency, Admiral سيادة ربيع. الفريق أسامة ربيع أن كل من يستمع إلي تحية طيبة وبعد اسمي فاز بير محمد أنا محامي لشركة ستان في لندن إنه لمن دواعي سروري وفخري أن أنضم إليكم في هذا الحدث المهم والذي يمثل علامة عبور ومواصلة سفينة إيفر جيفن رحلتها بعد الأزمة. سيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وسعادة السفير نوكي سفير اليابان بمصر أتوجه إلى سيادتكم بالشكر على حضوركم الكريم اليوم. وصلت إلى الإسماعيلية يوم السبت وأدهشني كم الدفء وكرم ضيافة هيئة قناة السويس والشعب المصري. شكرا لكم جزيلا على إعطائي الشعور بأني مرحب بي في بلدكم. دائما ما يسعدني زيارة قناة السويس والتي ستظل شريانا مهما في حركة التجارة البحرية العالمية والتي تعد محورا مهما ذا علامة مميزة في حركة التراجع بين الشرق والغرب. وقبل أن أصبح محاميا كنت ربانا في شركة ميرسك وأبحرت عدة مرات عبر قناة السويس فأنا أدرك أهميتها الكبيرة بالنسبة للشحن الدولي. أوضحت تجربتي اللاحقة كمحامي ومن هذه القضية ومن خلال العمل مع سيادة الفريق وفريقه المميز أوضحت هذه التجربة نقطة واحدة أن قناة السويس نجحت وستنجح وستستمر في النجاح بسبب الشراكة الخاصة بين هيئة قناة السويس وجميع السفن التي تعبر عبر قناة السويس. إنها علاقة تكافلية قوية جدا ومن الضروري الحفاظ على هذه الشراكة وتعزيزها حيثما أمكن ذلك. ويسعدني أن أقول أنه في خلال الأسابيع والأشهر الماضية حققنا من خلال التعقل والتصرف العقل وحسن النية والعمل الجاد نجاحا مبهرا نيابة عن جميع عملائي وجميع أفراد الطاقم على متن السفينة. أتوجه بالشكر إلى سيادة الفريق أسامة ربيع ولجنة تفاوض هيئة قناة السويس بقيادة المحامي الدولي خالد أبو بكر على نهجهم الصارم ولكن العادل والودي في المناقشات التي أجريناها. كما يسعدني أننا تمكنا من إيجاد حل مقبول للطرفين. شكرا لكم مرة أخرى وتحياتي لكم.